Hi guys, so finally I'm back. أخيرا رجعت أعمل فيديوهات على قناتي في اليوتيوب، وإن شاء الله من أول 2018 أي حاجة أي معلومة أنا هعرفها لازم أفيدكم بيها معايا. حابة أعمل لكم tutorials, reviews, أي حاجة ممكن تفيدكم هعمل لكم بيها فيديو إن شاء الله. So أول فيديو في السنة قررت أعمله هو عن الفاونديشنز اللي طلعت في 2017 ومفضلاتي منها. جت لي أسئلة كتير قوي عن الفاونديشنز اللي بستخدمها، ودايما بتجيلي ريفيوز عجبك هدى بيوتي فاونديشن، عجبك فينتي بيوتي فاونديشن، بليز قوللنا. فقررت ان انا ابدا بالفيديو ده لانه انا بالنسبه لي ده اهم حاجه في الميك اب، واهم حاجه بالنسبه للتصوير ان الكاميرا عندي مهمه جدا ومهم شكلي على الكاميرا. سو خليني ابدا معاكم الفاونديشنز، بس قبل ما ابدا خليني اقول لكم شويه على بشرتي عشان تعرفوا الفاونديشن ده ممكن ينفع على بشرتكم ولا لا، لان طبعا بيختلف من بشره للتانيه. اول حاجه انا بشرتي حساسة جدا، دهنية جدا، عندي large pores او مسام واسعة، وعندي discoloration، عندي الوان او بشرتي مش لون واحد، فدايما بحب الفاونديشن يكون الكفرج بتاعه good enough ان هو يخبي عيوب بشرتي وفي نفس الوقت يعملها لون واحد. So اول فاونديشن هتكلم عنه هو Fenty Beauty. Fenty Beauty Foundation هو من اكتر الفاونديشنز اللي عملت ضجة وكان ليها بروباجندا كبيرة جدا في 2017، لانه طبعا هو it's made by Rihanna. انا I love 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 Rihanna, I love her music, و she's my number one pop singer. وتقريبا I have a secret relationship مع ريانا. But anyway، أول مرة استخدمت الفاونديشن رحت على سناب شات وقلت this is the best foundation ever and you guys have to buy it، وروحوا اشتروه وبلا بلا بلا. ودي كانت غلطتي لأني كنت من أول مرة استخدمته رحت قلت للناس it's nice and it's good وحاجات كده، وللأسف ما ادتلوش وقت اني اشوف فعلا هو ينفع لبشرتي، هل بيزيد، هل هو اويل فري، هل هو بيفضل على البشره وقت طويل ولا بيروح بسرعه. بعد ما جربته شهرين دلوقتي اقدر اقول لكم الريفيو المظبوط 100% للبشره الدهنيه وفينتي بيوتي. اول حاجه لما نيجي نتكلم عن فاونديشن يبقى الكفرج. الكفرج مهم جدا لان هو الفاونديشن يعني كفرج. لو انت بشرتك حلوه يبقى انت مش محتاجه فاونديشن، في نفس الوقت لو بتستخدمي فاونديشن يبقى لازم الفاونديشن يكون الكفرج بتاعه حلو. الفينتي بيوتي فاونديشن كفرج ضعيف. ليه ضعيف الكفرج بتاعه؟ لانه طبقتين وثلاثه ما بتدينيش الكفرج اللي انا عايزاه، يعني طبقه واحده كانك مش حاطه اي حاجه، تاني طبقه ستيل العيوب باينه، ثالث طبقه ستيل العيوب باينه. ولما احط اربع طبقات من الفاونديشن الواحد this is where it starts to cake. فعشان كده انا ما عجبنيش الكفرج بتاعه خالص. تاني حاجه ما عجبتنيش في الفاونديشن هو انه مش اويل فري. طبعا في فاونديشنز كتير قوي مش اويل فري، في نفس الوقت بتاخد ساعه ونص او ساعتين عشان تبين الزيوت على البشره، بس في الفينتي بيوتي الزيوت بتبان على البشرة بعدي ب 25 دقيقة نص ساعة، which is a disaster لأن لما أستخدم فاونديشن بعد 20 دقيقة كل الزيوت تطلع برا، فده بالنسبة لي no no no. فعشان كده أنا بطلت أستخدم فاونديشن لوحده، بس في آخر الفيديو حديكو نصيحة إزاي تستخدموه وتخلوه يفضل فترة أطول على وشكم. بس أكتر حاجة عجبتني في الفاونديشن لونه. فعلا ريانا نزلت 40 لون، والأربعين لون بجد ما بتلاقيهمش في الماركات التانية. This is the best thing ever. انا بالنسبة لي لوني كان 290، وده احلى لون فاونديشن انا لقيته واستخدمته في حياتي، لانه فعلا نفس لون بشرتي بس الاندرتون بتاعه يلوش، يعني اصفر شويه الاندرتون بتاعه. انا بحبش الفاونديشن اللي بيكونوا بيدوا ضي بينكش او جراي، بحب الضي يكون اصفر لانه بيبقى احلى في الصور. فعشان كده ده فعلا نفس لوني بالظبط والضي بتاعه مصفر،
فحلو جدا، بس للأسف it's not my favorite coverage. تاني فاونديشن عايزة أتكلم عنه هو هدى بيوتي. الفاونديشن ده أول حاجة خليني أتكلم عن الباكج. dude I mean قد إيه الباكج متعوب عليها، وقد إيه الباكج من أحلى باكجات الفاونديشن اللي أنا شفتها في حياتي. تحس إن هو بيرفيوم مش فاونديشن. seriously this is how much I like the package. طبعا هو سهل جدا الاستخدام، اللي هو كده عامل فعلا زي الكريم وسهل تحطوه على طول. حبيت كل العلبة in general لأنها so modern so neat. بالنسبة لي أنا I love the package. anyway خلينا نتكلم عن الحاجات المهمة. so the coverage. coverage Huda Beauty is the best seriously. one layer طبقة واحدة بس كفيلة إن هي تغطي كل العيوب، توحد لون البشرة وتفضل for at least 8 ساعات. I think أنا خلاص I finished my review هنا. الكفرج بتاعه جميل جدا، أنا استخدمته وفعلا فضل مدة طويلة على البشرة. هو مش oil free، في نفس الوقت ما بيطلعش دهون البشرة برا غير بعد يمكن 3-4 ساعات، بس حتى الزيوت اللي بتطلع بتكون قليلة جدا. يمكن if you dab a tissue بس كده حتروح الدهون على طول. تاني حاجة حلوة فيه انه مخلوط بأورجان اويل، وطبعا أورجان اويل بيغذي البشرة وبيرطبها، فكأنكم حاطين مرطب مع فاونديشن. ودي كمان حاجة حلوة جدا ان هو ما بيخليش البشرة to break out وتطلع حبوب، في نفس الوقت بيغذيها. تالت حاجة هدى what is behind the smell. dude that's a perfume. والله ده perfume مش foundation. I mean ريحته تجنن. يعني دايما foundations بيكون ليها ريحة، ريحة ميك اب. ده ريحته حلوة. I don't know if it's the organ oil مثلا او حاجة تالتة مخلوطة معاهم، بس هو ريحته حلوة جدا. فده فعلا واحد من احلى الفاونديشنز اللي نزلوا في 2017، وانا شايفه انه مش واخد حقه في الدعايه كويس. تالت فاونديشن وهو my all the time favorite foundation is the Estee Lauder. مفيش حاجه في الحياه ممكن تبدل الفاونديشن ده. يا ما اتكلمت عنه على سناب شات، يا ما اتكلمت عنه on my insta story. فالفاونديشن ده من اجمد الفاونديشنز اللي نزلت في الحياه. اقول لكم ليه. تغطيه الفاونديشن ده مش زي اي تغطيه من اي فاونديشن غيره. بيفضل يمكن اكتر من 12 ساعه على البشره، ومحتاجين مره ريتاتش. هي حصلت فعلا معايا، كان عندي فوتوشوت ل 12 ساعه. في ال 12 ساعه انا كنت حاطه فاونديشن استي لاودر دبل وير، وفي ال 12 ساعه انا عملت ريتاتش مره واحده بس، وفي المره واحده دي كانت كفايه بالنسبه لي. تاني سبب يخليه ذا بيست بالنسبه لي ان هو اويل فري. وطبعا انا لان بشرتي دهنيه، الدكتوري انا نصحني ان انا استخدم دايما اويل فري فاونديشن. فاحلى حاجه فيه ان هو خالي من الزيوت. دلوقتي في ناس كتير ما بيحبوش يستخدموا الاستي لاودر دبل وير لان فاكرين ان هو تقيل قوي على البشره، والمعلومة دي صحيحة 100%. انا مش عارفة ليه بقول فاكرين، هي فعلا 100% هو تقيل جدا على البشرة. بس ما ينفعش تكوني انت عايزة حاجة تستخدميها ل 8 او 12 ساعة في نفس الوقت ما تكونش تقيلة. لازم يكون تقيل، وإلا مش هيفضل الفترة دي كلها على بشرتك، مش هيديكي الكفرج اللي انت عايزة. المهم ان استي لاودر في شهر 11 2017 نزلوا medium coverage foundation double wear، وانا فخورة جدا ان انا كنت واحدة من اوائل الناس اللي استخدموا الفاونديشن، واشتغلت مع استي لاودر في اللانش للفاونديشن اللي هو medium coverage. I'm so proud of that لانه تخيلوا دي البراند اللي انا بستخدمها بقالي سنين، وبعدين هم كانوا عايزين يعملوا معايا collaboration. فدي بالنسبة لي كانت من اكتر اللحظات اللي فعلا كنت فخورة بنفسي بيها. So anyway المهم انه الفاونديشن استي لاودر دبل وير ميديوم كفرج في كتير ناس مش عارفة عنه لغاية دلوقتي، ولسه فاكرين انه الاستي لاودر فاونديشن is only full coverage. بس الحقيقة ان هم نزلوا منه ميديوم كفرج للاستخدام اليومي،
وصراحة هايل للاستخدام اليومي، في نفس الوقت بيخلي البشرة تتنفس. الطبق منه حلوة جدا ان هي تخبي عيوب البشرة، طبعا مش هيديكي الكفرج اللي انت عايزاه عشان تصوير او حفلة او كذا. ماشي. الو، هو شكله ارفع من الاستي لاودر العادي، شوية ارفع واطول منه، وطبعا نفس الالوان اللي موجوده هنا موجوده هنا. انا جبت لون افتح عشان اخلطهم مع بعض. انا بستخدم من الاستي لاودر الدبل وير القديم، بستخدم منه كاشو، وكاشو اللون ده غامق جدا جدا على بشرتي، وده لوني بالظبط، فبخلط الاثنين مع بعض عشان يدوني اللون اللي عايزاه، وطبعا الكفرج بيكون وهمي. ونصيحه صغيره، لو انتوا عايزين تستخدموا الفينتي بيوتي فاونديشن، انا لاني بحب اللون ده جدا وفعلا ما بلاقيهوش في اي ماركه تانية، بخلطه مع الاستي لاودر فاونديشن اللي هو ميديوم كفرج، فبيديني كفرج، بيديني اللون اللي انا عايزاه والكفرج اللي انا عايزاه للاستعمال اليومي. So that's all. دول الفاونديشنز اللي انا بحبهم وبستخدمهم على طول. لو عجبكم او عندكم رأي تاني اكتبوا لي تحت في الكومنتس، عايزة اعرف رأيكم في الفاونديشن اذا استخدمتوهم، كمان اذا عندكم فاونديشنز جداد استخدمتوهم وعجبتكم او كويسة على بشرتكم اذا كانت بشرتكم دهنية، اكتبوها لي تحت عشان اجربهم. Thank you guys so much for watching. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لقناتي عشان ان شاء الله لما اعمل فيديو بعد كده تشوفوها.